ببركة الله نبدأ في طياته عنوان الجعدان لهجن أصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله ورعاهم مع الأربعة كيلومترات التي نتابع فيها هذا التحدي وهذا المسار. نذهب أيضا إلى هذا الشوط لنتابع أكثر من 91 دونا عندنا في كشف التسجيل لنتابع هذا التحدي وهذه الإثارة. نبدأ المشوار ونذهب بالمراكز الأولى المتقدمة في هذا التحدي لنعلن عن المركز الأول. المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات نشوان للشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي، وهنا أيضا بخش بن محمد من يتقدم هو مع التضمير. المتابعة من المركز الثاني وثاني المراكز يأتينا أو انخليلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المكتشف أيضا متواجد مع الدرر ومع أيضا الاكتشاف علي بن هزيم المسافري. المتابعة من المركز الثالث وثالث المراكز نشوف اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات. يتقدم الآن شعار معالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد محمد بن سعيد بن بروك من يقدم لنا هملول بالمركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان خليفة بن بيات بن حمد الرميثي هو من يتقدم أيضا مع هذا الشعار. المركز الرابع الوصول من الذيب لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري مع التضمير. المركز السابع يقترب في هذه اللحظات ويتقدم الآن الشمالي لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري. والمركز التاسع فهنا التواصل من الخليج لسمو الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي. تقريبا هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، المراكز الأولى المتقدمة في إذاعتنا وندانا الأول. لنعود مرة ثانية ونتابع الحدث وماذا طرى على التغيير على المقدمة. شاهين من يتابع طريق الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان خليفة بن بيات بن حمد الرميثي هو من يتقدم مع المركز الأول. والمتابعة من المركز الثاني الشكلان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة هو من يقدم الشكلان بالمركز الثاني. المتابعة من المركز الثالث ويأتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري من يقدم لنا الخبرة الكافية الوافية في هذا المجال. والمتابعة من المركز الرابع انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد الراشد آل مكتوم علي بن هزيم المسافري. أما المركز الخامس الوصول من الذيب لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري مع التضمير. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام التي أعلناها على مسامعكم، وما زلنا نبحر في هذا الميدان لنتابع التحدي ونتابع القوة ونتابع الإثارة ونتابع شكلان وهو مشكل خطورة على ناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة من أرسله رسالة التحدي، رسالة القوة، رسالة الحكمة، رسالة التحدي. هنا أيضا المتابعة من المركز الثاني يأتينا شاهين لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان خليفة بن بيات بن حمد الرميثي من يتقدم مرة ثانية ليعيد حقوقه المنهوبة مرة ثانية. انسحب ولكن انسحاب وهمي وعاد مرة ثانية بخطة جهنمية مدروسة لهذا الشوط. المتابعة من المركز الثالث أيضا القادم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري هو من يتقدم أيضا وأربك المقدمة بهذا الهجوم. هجمة لا تنصد ولا ترد عن المركز الأول. يا سلام يا سلام. الرابع خطير
الرابع ايضا غادم الذيب لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وسالم بن هزيم المسافري هو من يتقدم ايضا بالمركز الرابع. الناموس اين يذهب؟ الناموس حاير طاير، هل هو يصمد مع المقدمه؟ هل هو يصمد مع شاهين لسمو الشيخ الهيان بن حمدان بن محمد الهيان خليفه بن ابيات بن حمد الرميزي؟ ولكن المتابعه والقوه من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري المركز الثالث. الثالث ايضا الهاجم خطير ما يستهان به، ايضا يتابع طريقه ويتابع الهجوم المركز في هذه الاجواء وفي هذا التحدي النشمي لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى علي بن مهير بن بليشه هو من يتقدم. ولكن المعركه بدات السرعه وبدا الشاهين هو الاسرع هو الاخطر، ما له شبيه الا طويل الجناحين. يا سلام يا سلام سميه يلي ما تخيب هدوده، ما شاء الله راح شاهين راح بالمركز الاول، راح باداء جميل امام عرقوب الجماهير وهو يقدم العروض المميزه والجميله. وداع وتحيه وتقدير والسلام ايضا لسمو الشيخ الهيان بن حمدان بن محمد الهيان، تهانينا الخليفه بن ابيات بن حمد الرميتي المركز الثالث، سمو الشيخ الثاني مايد بن عبد الرحمن بن احمد المعلى المركز الثالث. فالمركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد الراشد المكتوم المركز الرابع. يأتينا نشوان سمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي، والمركز الخامس فهنا الوصول أيضا من شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، وشاهدنا شاهين وهو يسيطر على الموقف ويسيطر على النصر ويسيطر أيضا على المركز الأول بتوقيت زمني مقداره. متابعينا الكرام التوقيت الزمني يا ابو عبد الله 6 دقائق و59 ثانية و5 دقائق 59 و16 جزء من الثانية. المركز الثاني 6 دقائق و22 جزء من الثانية. المركز الثالث 6 دقائق و8 و5 أجزاء من الثانية. صاحب المركز الأول ينحدر من سلالة غزلان، والأب مشغل المختبر. تهانينا وأيضا في هذه اللحظات